ارتفاع كبير في عدد جرائم الابتزاز الإلكترونية سجلتها عدد من المحافظات العراقية، فيما تعلن الجهات الأمنية بين الحين والآخر عن تمكن عناصرها من إلقاء القبض على متهمين بهذه الجرائم، إلا إنها لم تحد من هذا الإرهاب الجديد، فيما كثفت الشرطة المجتمعية من رسائلها عبر إقامة الندوات التثقيفية للتحذير من هذه الظاهرة وطرق مواجهتها. تسعى الشرطة المجتمعية ومن خلال مشاركاتها مع كافة شرائح المجتمع إلى زيادة الوعي الثقافي والوعي الأمني لدى المواطنين بخصوص مواضيع مختلفة، وأهم هذه المواضيع هو موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على الكثير من العوائل في كافة أنحاء البلاد. الابتزاز الإلكتروني اللي قدم إنه وفق الحضارة، لأن الحضارة من تقدم تقدم مساوئ أو محاسنها، فأخذ الشاب مع الأسف الشديد في تغيير يريد المجتمع تغييره من خلال الابتزاز الإلكتروني اللي يكون هو أنواع ابتزاز سياسي اقتصادي مادي جنسي، أنواع الابتزاز. لكن اللي يحد من هذا الشيء واللي وقف عند حده إنه لازم نخلي له حلول. ناشطون في كربلاء المقدسة حذروا من تزايد نسبة هذه الجرائم ضد الفتيات بشكل خاص عبر الاستدراج من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، داعين العوائل العراقية إلى ضرورة توعية أبنائها وبناتها من مخاطر الوقوع صيدا سهلا لهذه العصابات الإجرامية. الابتزاز الإلكتروني يصير بمجتمعنا للأسف، وهذا الشيء مرفوض ومرفوض جدا هذه الظاهرة، وإحنا بدورنا نتابع أولادنا بناتنا حتى نكون أصدقاء لهم ونتابع تليفوناتهم ونتابع الأصدقاء اللي يمشون وياهم حتى نمنع أنه حدوث مثل هيك نوع بداخل مجتمعنا. من نوعي أطفالنا أو بناتنا من خلال التوعية الكثيرة والمكثفة في القنوات في البرامج التلفزيونية والسوشال ميديا راح تحدد من هذا الشيء، وتخلي أولادنا وبناتنا في حماية تامة من هاي الأمور اللي تحدث. احنا الحمد لله والشكر هاي الأمور جاي تتطور بالعراق شوية شوية، نريد الكفاءة أكثر، نريد العمل عليها أكثر حتى نستطيع الحد من هذه الظاهرة، نهيهم عن الشغلات المنكرة والمحرمة. نفس الوقت أكو قوانين آداب لازم واحد يكون خطوات حمر لا يتعداهم حتى يكون هو حامي نفسه وحامي عائلته. وتتزايد أعداد المتعرضين للابتزاز الإلكتروني سنويا، والذي تكون أبرز ضحاياه من الفتيات بسبب تخوفهن من رفع دعاوى قضائية ضد المتحرشين أو المبتزين تجنبا للفضيحة أو حتى القتل في بعض الأحيان من قبل عوائلهن وعشائرهن. من كربلاء المقدسة معتز العبودي، زاكروس تي في.